منورة شيماء علي في حدود الشر. حبيبتي انت المنورة، مشكورة. كلمينا عن دورك. دوري طبعا شوية حاولت اني اطلع من اطار الكوميديا، طبعا انت تدرين تعرفين دوري عدل، بس حق الجمهور حق المشاهد. دوري طلعت من اطار الكوميديا، لان تدري انا صار لي كم سنة قاعدة اشتغل على الكوميديا. هالعمل